إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. نحن في هذه الأيام من أواخر شهر شعبان، وليس بيننا وبين رمضان إلا بضعة أيام، فحري بنا أن نستعد لاستقبال هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان بما يليق بهذا الشهر من طاعات وقربات وصلوات وتسبيحات وقراءة قرآن والقيام بأمر الله تبارك وتعالى في نهار وليل هذا الشهر العظيم. فالسؤال الذي يطرح نفسه دائما وأبدا عند مجيء هذا الشهر المبارك، كيف نستقبل هذا الشهر؟ بأي نية نستقبله؟ وبأي أعمال نستقبله أيضا؟ فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، نقول أول أمر تستقبل شهر رمضان بالتوبة، التوبة النصوح التي تقرب الإنسان عند خالقه تبارك وتعالى. قال جل وعلا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وأن يكف عن ارتكاب المحارم والآثام والغدرات والفجرات والسيئات والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. إن فعل هذا فهو أول أمر يقدمه بين يدي هذا الشهر العظيم، الشهر الذي له ميزان عند الله رب العرش العظيم. ثم أيضا عليه أن يكثر من الدعاء، وكان كثير من السلف الصالح قديما يكثرون من الدعاء قبل مجيء رمضان بستة أشهر، ويسألون الله سبحانه وتعالى في السجود وبين الأذان والإقامة وفي أدبار الصلوات وفي الأسحار وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، جميعا يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان. وحري بنا أيضا أيها الأحبة الكرام أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، لأن البعض ربما يعني ملتبس عليه الأمر واعتاد، يقول سوف ندرك شهر رمضان لا محالة. نقول وما يدريك، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإذا أدرك الإنسان شهر رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبالتالي نقول علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى، وربنا تبارك وتعالى تكفل جل وعلا باستجابة الدعاء. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيضا كذلك كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله أيضا بسلامة الصدر من الحقد والحسد والنفاق والشقاق
وأمراض القلوب التي تجعل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر إلا بما أشرب من هواه. وإنما نقول على الإنسان أن يسلم صدره ويطهر قلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن سلامة هذا الصدر أن لا يجعل في قلبه حقدا ولا حسدا على أحد من المسلمين، هذا هو الأصل، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكمل من ذلك وأفضل أن يطهر قلبه من الرياء، والرياء هو أن يصرف الإنسان عمله في الباطن لأجل الناس، لثناء أو مال أو منصب أو نحو ذلك، وظاهرا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، ولما سئل عنه عليه الصلاة والسلام قال: هو الرياء. فنقول أولا أن الإنسان يطهر قلبه من جميع الأمراض القلبية، ثم أيضا ينبغي مما ينتبه له الإنسان وأن يستعد له أن يعود نفسه على الصيام التطوع ولو يوما أو يومان أو أكثر من ذلك. وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام في باب الصيام التطوع كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، كان يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أصبحت صائما، لما سئل عن الطعام ولم يجد شيئا قال: إذن أصبحت صائما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك نستقبل شهر رمضان بالاهتمام بالواجبات، الصلاة الفريضة لا نضيعها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. كذلك أن نحافظ على هذه الصلوات، الطهارة من ناحية الوضوء، كذلك الوقت، كذلك إتقان هذه الصلاة وعدم الاستعجال في أدائها وعدم تضييع أوقاتها. كيف أيضا نستقبل شهر رمضان؟ أن يكون لنا نصيبا من قيام الليل، أولة، نصفه، آخرة، الأمر فيه اتساع، لقوله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أيضا كذلك أن يحاول يتفقه في الدين، خصوصا هو الآن مقبل على شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوم، فبالتالي يحتاج من الإنسان أن يتعلم بعض الأحكام. مثال على ذلك: إذا تقيأ في نهار رمضان كيف يعمل، كيف يتصرف؟ إذا نام الإنسان في ليلة في نهار رمضان ثم أصبح محتلم كيف يتصرف، ونحو ذلك من هذه المسائل التي تعتري الإنسان في نهار رمضان. فينبغي له أن يسأل وأن يتفقه، سواء في باب مثلا المحاضرات أو قراءة كتيبات أو منشورات ومطويات في هذا الباب، لا بأس به. أيضا كذلك أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحميدة، بقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فيدرب نفسه من الآن، إن كان ممن يعني مزاجه حاد ويغضب على كل كبيرة وصغيرة أو كثير الشتائم والسباب، فهذا كله منهي عنه، لا في رمضان ولا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المسلم قال: ليس بالطعان، وقال عنه أيضا: ليس بالفاحش. فعلاج ذلك أن الإنسان يتخلق بالأخلاق الحميدة.
كذلك أن يستقل الأوقات من الآن، لا يضيع الساعات الطوال في باب اللهو والغفلة ونحو ذلك، وإنما يحاول أن يدرب نفسه من الآن وقت كله يشغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء في قراءة القرآن الكريم أو في صلاة أو في تسبيح أو في صدقات أو نحو ذلك. كذلك أن يدل غيره على الخير في باب مثلا الصدقات أو في باب مثلا العبادات أو نحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى مع جبريل عليه الصلاة والسلام فكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فبالتالي هذه بعض الإشارات وبعض التنبيهات في باب استقبال شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يعينني وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا من الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ختمة كتابه تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.